بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة طيبة لإنتاج وتوزيع الأشرطة الإسلامية بالرياض تقدم طريق النجاة. طريق النجاة. طريق النجاة. الدنيا كبحر متلاطم، ماؤه عميق وأمواجه عاتية متلاطمة، وعلى الراحل فيها أن يأخذ بكل الأسباب التي تؤمنه مما يخاف، فعليه أن يحكم السفينة لأن البحر عميق، وأن يكثر الزاد فإن السفر طويل، وأن يخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأن يحسن العمل فإن الناقد بصير. فمن التزم بهذا فقد أمن نفسه وسلك بها طريق النجاة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على معلم الإنسانية ومرشد البشرية وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المعاصي إذا ترادفت وانزلق المسلم إلى هاوية المعاصي والذنوب التي تباعد بينه وبين ربه، فإن الطهور الذي يعيد إليه نقاءه ويرد إليه ضياءه ويلفه في ستار الغفران والرضا أن يجنح إلى التوبة، فهي الهداية من اليأس والقنوط، والينبوع الفياض لكل خير وسعادة في هذه الدار وفي دار القرار. وليست التوبة مسلكا وعرا يصعب الوصول إليه، بل هي سهلة ميسرة، فبابها مفتوح في كل لحظة يطرقه من يشاء ليستغفر ويتطهر، لا يطرده من رحمة الله طارد، ولا يقوم بينه وبين الله وسيط مهما أسرف على نفسه. فلنشمر إذن عن سواعد الجد، ولنتب ولنقلع قبل أن نندم ولا تحين مندم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم أيقظنا.
اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الاعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار. روي انه لحق بني اسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام، فاجتمع الناس اليه فقالوا: يا كليم الله، ادع لنا ربك ان يسقينا الغيث. فقام معهم وخرجوا الى الصحراء وهم 70,000 او يزيدون. فقال موسى عليه السلام: الهي، اسقنا غيثك، وانشر علينا رحمتك، وارحمنا بالاطفال الرضع، والبهائم الرتع، والشيوخ الركع. فما زادت السماء الا تقشعا، والشمس الا حراره. فتعجب موسى عليه السلام وسال ربه عن ذلك، فاوحى اليه: ان فيكم عبدا يبارزني منذ 40 سنة بالمعاصي، فنادي في الناس حتى يخرج من بين اظهركم. فقال موسى: الهي وسيدي، انا عبد ضعيف وصوتي ضعيف، فاين يبلغ وهم 70,000 او يزيدون؟ فاوحى الله اليه: منك النداء ومنا البلاغ. فقام مناديا وقال: يا ايها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ 40 سنة، اخرج من بين اظهرنا، منك منعنا المطر. فقام العبد العاصي فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير احدا، خرج فعلم انه المطلوب، فقال في نفسه: ان انا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني اسرائيل، وان قعدت معهم منعوا لاجلي. فادخل راسه في ثيابه نادما على فعاله، وقال: الهي وسيدي، عصيتك 40 سنة وامهلتني، وقد اتيتك طائعا فاقبلني. فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فامطرت كافواه القرب. فقال موسى: الهي وسيدي، لماذا سقيتنا وما خرج من بين اظهرنا احد؟ فقال: يا موسى، سقيتكم بالذي به منعتكم، أي نفس الرجل. فقال موسى: إلهي، أرني هذا العبد الطائع. فقال: يا موسى، إني لم أفضحه وهو يعصيني، أأفضحه وهو يطيعني؟ يقول عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. واتبعوا، هذا أمر، أمر لكم أيها المكلفون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأحسن ما أنزل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني ما في مجال للتأخير أبدا. الذي يماطل أو يؤجل التوبة لحظة واحدة هذا خاسر، لأن التأجيل ما هو بصالح. التأجيل يعرضك لقضيتين خطيرتين: إما
مفاجأتك بالقضاء والقدر على غير موعد فتخسر خسارة وتندم ندامة لا تعوض ولا تقوم لها الدنيا كلها. وإذا سلمت من الموت وما جاءت المنية وأنت لست بتائب فإنك تخسر خلال فترة التأجيل وقتا من عمرك ذهبيا كان بإمكانك أن تستغله وأن تملأه بالعمل الصالح. فالذي يماطل بالتوبة خاسر على الجانبين. وش يكسب لما يجلس بدون توبة؟ إيش يكسب؟ يكسب نوم كثير، يكسب أكل كثير، يكسب شهوات كثيرة، يكسب دنيا؟ لا، يخسر كل شيء. يقول الله عز وجل وماذا عليهم، يعني ماذا يضرهم في سورة النساء، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يعني ماذا ينقصهم وماذا يضرهم لو أنهم ساروا بالخط الصحيح والتزموا الإيمان بالله وباليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله؟ إيش يضرهم؟ ولا شيء، بل لهم مو عليهم. فالإنسان لا ينبغي له أن يؤجل التوبة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب، يعني الموت، وسماه الله العذاب لأنهم بداية العذاب. الموت للكافر والفاجر والعاصي هو الانتقال من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر الذي قال الله به ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى ما يناله الفاجر والعاصي من شقاء وضلال وقلق في هذه الدار، فإذا مات قال الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من يستطيع أن ينصرك في تلك اللحظات؟ إذا مت ولقيت الله أيها البعيد ووجهك أسود وصحفك سوداء وعملك سيء، من ينصرك؟ المال ينصر في تلك اللحظات، الولد ينصر في تلك اللحظات، المنصب والجاه والملك والإمارة والوزارة والمدارة تنصر؟ لا، القوة تنصر؟ لا ناصر أبدا إلا الله، والله لا ينصر هؤلاء، الله لا ينصر. إن الله قال وكان حقا علينا نصر من؟ نصر المؤمنين، نصرهم في الدنيا ونصرهم بالآخرة. أما الفجرة لا ينصرهم الله بل يخذلهم ويتخلى عنهم أحوج ما يكونون إليه حاجة. ثم لا تنصر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بغتة وأنتم لا لا الآية الكريمة وأنيبوا قبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أثابك الله. الآية الكريمة وأنيبوا يعني ارجعوا، والإنابة هي سرعة التوبة، مو تائب بس، لا منيب، مهرب إلى الله، مسرع لا يلوي على شيء، اتجاهه وعزمه وتصميمه في سيره إلى الله في كل لحظة يتوب. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أتوب إلى الله وأستغفر في الساعة الواحدة 100 مرة وفي اليوم 100 مرة ويحسب له في المجلس الواحد 70 مرة وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان في كل أوقاته أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، كان رجاء وأواب. أخرج الترمذي بسند حسن وابن حبان والحاكم في مستدركه بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال لها ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط. قال فلم تفعلين هذا ولم تكوني فعلتيه قط؟ قالت حملتني عليه الحاجة. قال فتركها ثم قال اذهبي والدنانير لك، ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله للكفل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الناس صنفان تقي وشقي، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذان خصمان اختصموا في ربهم. العيون قسمان، عين عرفت الله ودمعت من خشية الله وتدبرت آيات الله وتفكرت في مخلوقات الله، وعين نظرت إلى الحرام وأعرضت عن هدي خير الأنام وتصفحت المعاصي وأطلت إلى الحرمات، فهي العين الباقية يوم العرض الأكبر عند الله. والقلب والقلوب اثنان، قلب عرف الله وامتلأ بلا إله إلا الله وأحب رسول الله وسار على منهج الله فقلب سعيد، وقلب أعرض عن الذكر والتلاوة والصلاة والمعرفة والنهج السديد وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فهو قلب مرقوس. والآذان أذنان، أذن استمعت إلى الوحي وإلى التلاوة وإلى الحديث وإلى الدعوة وإلى الخير والذكر والبر فهي أذن سعيدة، وأذن أعرضت واستمعت إلى الغنى وإلى الفحش وإلى البعد وإلى الانهيار وإلى كل ما يغضب الرب. والألسنة لسانان، لسان نطق بالحكمة وقال الخير وذكر المولى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولسان تكلم بالغيبة والزور والاستهتار والاستهزاء واللعنة والنميمة فهو لسان خاسر. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسنوا، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتب الكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. وأيضا فإنه يعفى عن المحب وعن صاحب الإحسان العظيم فيما لا يعفى فيه عن غيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره، والأعمال تشفع لصاحبها عند الله إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له جبريل عليه السلام: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أما التوبة لغة فهو الرجوع عن الذنب كما قال الغازي في الصحاح، وأما اصطلاحا كما عرفها العلماء هي الإنابة والرجوع إلى الله تعالى بالطاعة بعد البعد عنه بالمعصية. وينبغي أن تعلم أن الله تعالى خلق النفس الإنسانية وأودعه الاستعداد للخير وللشر معا، وصدق الله العظيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ودعانا إلى أن ننمي جوانب الخير في أنفسنا، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العلماء يقولون: لا تكليف بمستحيل، لا تكليف بمستحيل. لا يكلف رب العزة سبحانه عباده ما لا يطيقون فعله، فإذا كان رب العزة يدعونا إلى أن نزكي أنفسنا إذن هذا الأمر يقع تحت دائرة طاقاتنا واستعداداتنا.
وصدق الله العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينبغي أن تعلم أيضا أن كون ابن آدم يخطئ ويذنب فهذا الأمر وارد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل يزيد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر تأكيدا فيقول: لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ذكر الإمام الطحاوي فائدة فقال: إن الله تعالى خالق الملائكة الطائعين وخالق الشياطين وخالق المؤمنين وخالق الكافرين وخالق الخنزير ذو اللحم الخبيث وخالق لغيره من ذوي اللحم الطيب، لماذا؟ قال: في الأمر ثلاثة دلائل. الدلالة الأولى الدلالة على سعة قدرة الحق سبحانه في خلقه للمتضادات أن يخلق الشيء وضده. والفائدة الثانية هو اختبار المؤمن بوجود الكافر، اختبار لصدقه في إقباله على الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فالله تعالى هو الذي شاء ذلك حتى يختبر صدق المقبلين على الله. والفائدة الثالثة أن أسماء الله تعالى الكثير منها لا يظهر إلا بوجود المتناقضات. العبد إذا أذنب ثم تاب ظهر اسم الغفور لله عز وجل. العبد إذا فعل المعصية وأصر عليها ظهر اسم المنتقم، وهو اسم من أسماء الله سبحانه. وهذه فائدة ذكرها الإمام الطحاوي في كتابه. وينبغي أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جلال قدره كان يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رسول الله المعصوم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لماذا؟ قال العلماء: لأن الجنة أعظم من العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ابن تيمية يقول: الباء هنا باء المقابلة، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فعملك لا يساوي الجنة وإنما هو سبب لها. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. والباء هنا هي باء السببية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا عن أعمار الأمة فقال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. وأما الجنة فالله تعالى يقول: خالدين فيها أبدا، فما قيمة المحدود أمام لا محدود. ثم ضد إلى ذلك: لأن نعم الله لا حد لها ولا حصر. وصدق الله العظيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ استشعارا لعظم نعم الله عز وجل. وتعبدك هذا لا يساوي نعمة واحدة من نعم الحق سبحانه. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة، فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون، وفيهم مغن يقال له زادان يضرب ويغني، وكان له صوت حسن. فلما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صوته قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. فسمع زادان قوله فقال: من كان هذا؟
قالوا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأي شيء قال؟ فكرروا له الكلام، فقام زادان وضرب العود بالأرض فكسره، ثم أسرع إلى عبد الله بن مسعود يبكي، فاعتنقه عبد الله بن مسعود ورق له، وجعل كل واحد منهما يبكي. فتاب الشاب إلى الله تعالى، ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم القرآن، ثم أخذ حظا من العلم وتدرج فيه حتى صار فيه إماما. بعض الناس يبغى يتوب وهو جالس وهو يقول أنا تائب إلى الله، وهو يغني تائب إلى الله وهو يسمع الحرام، تائب إلى الله وهو ما يصلي في المسجد، تائب إلى الله وهو يحلق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهه، تائب إلى الله وهو يبرج نساءه، تائب إلى الله وهو واقع في الذنوب من رأسه إلى أخمص قدمه. هذا تائب كذاب، مو بتائب، هذا عايق. التائب غير العايق، التائب هو الخاضع لله، المستسلم لشرع الله، الذي ما يرفع رأسه على أمر لله، وإنما سمعنا وإيش وأطعنا. أما الكذاب سمعنا ما يقول عصينا، يصير كافر، يقول سمعنا لكن الله يجيل، بطل الأغاني، قال يا شيخ صدقت لكن الأغاني ما فيها، نسمع الأغاني والله قلبي طيب أنا. لا والله ما قلبك طيب، لو أن قلبك طيب لرضخ لشرع الله. القلوب الطيبة الطاهرة هي التي تستسلم للدين. هذه التوبة أيها الإخوة تستلزم إحداث تغيير داخلي في نفسك، تقلب كل شيء في حياتك رأسا على عقب، فتغير كل شيء. تغير عينك إيش كانت تنظر تبدل، تغير أذنك إيش كانت تسمع تبدل، تغير الشريط، تغير الكتاب، تغير الزميل، تغير مواعيد النوم، تغير مواعيد الاستيقاظ، تغير مواعيد الأكل، تغير مواعيد التمشية، تغير مواعيد السهرات، خلاص غيرت، لأنك غيرت من الأسوأ إلى الأفضل. كنت في الماضي تنام الساعة الواحدة ليلا وتستيقظ الساعة 7:30 صباحا أو 8، لأن ما عندك صلاة فجر. أما الآن ملزم أن تصلي الفجر الساعة 3:30، فيلزمك أن تنام من الساعة 10 عشان تصلي الفجر، لأنك إذا ما نمت مبكرا لا تستيقظ مبكرا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، الحديث عن الكلام، فأي كلام ليس بطاعة الله بعد العشاء هذا مكروه وغير مستحب، لأنه يؤدي بالتالي إلى ضياع صلاة الفجر، وإذا ضاعت صلاة الفجر من الإنسان فهو خاسر، لأنه يفتتح يومه بمعصية الله، بدل من أن يكون في ذمة الله كما جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الفردين والحديث البخاري ومسلم دخل الجنة، فيضيعها. ليش ضيعها؟ قال سهران على ماذا؟ على الورق وعلى الأفلام. سبحان الله، ضيعت عمرك يا أخي، خلقك الله للورق والأفلام والخزعبلات والخرافات، لا، خلقك الله لعبادته وأمرك بطاعته ونهاك عن معصيته. تبدل كل شيء استجابة لأمر الله، لأن الله عز وجل أمرك بالتوبة. والذي يستعرض القرآن الكريم، أنا استعرضت في لحظة من اللحظات لأشوف عدد الآيات التي أمر الله بها بالتوبة، فوجدت الله يطلب من المؤمنين أن يتوبوا في 87 آية. لا إله إلا الله، 87 مرة يطلب منك ربك أن تتوب، والمصلحة لك والمضرة عليك إذا ما تبت وتعين ما تتوب. الآن الفرص التي تعطى للناس في العفو فرصة واحدة، يقال لهم خلاص اللي يجي هالمرة ما عد، والناس كلهم يجوا، لكن الله يعطي ما هو فرصة مرة، 87 فرصة، وهو يخاطب الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ولكن قليل هم التائبون، جعلنا الله وإياكم من التائبين. وأما شروط التوبة فثلاثة: أن تندم على ما سلف منك في الماضي، وأن تقلع عن الذنب في الحال، وأن تعزم ألا تعود إليه مستقبلا. وما أيسرها من شروط لمن وفقه الله لها، فلقد كان بنو إسرائيل يقتلون أنفسهم توبة إلى الله تعالى،
وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصى والجهل بسوء عاقبتها. ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات، وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. وأما لماذا التوبة؟ فلا بد من التوبة لأن الآجال مجهولة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وإذا دخلت المقبرة رأيت فيها أعمارا متفاوتة، رأيت فيها الطفل الرضيع والشاب القوي المعافى والشيخ الثاني، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. إذن فقد يأتيك الموت في كل لحظة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه، يشغله بطاعة وعلى الطاعة تقبض روحه، وسوى ذلك يكون الحال غير الحال. ولا بد من التوبة لأن الذنوب تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. تذهب اللذات، الحلال تذهب لذته، فما بالك بالحرام؟ وتبقى التبعات، يبقى الإثم، يبقى الخزي، يبقى سواد الوجه عند الله عز وجل يوم القيامة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا من أهل النار، أمضى حياته في ضياع وفجور، فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، حياته كلها بلاء ومحنة وجهاد وشقاء، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت شرا قط ولا مر بي شر قط، بل إن الزمن هو نفسه يغتسل، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة، أعمار مديدة قضيت فيما يغضب الله، يوم القيامة تبتزل، ما لبثوا غير ساعة. تأمل بعضهم أن المولود إذا ولد من السنة أن يؤذن في أذنه، وإذا مات العبد صلي عليه. فقال الشاعر: أذان المرء حين الطفل يأتي، أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. فكأنه قد أذن فولد ثم أقيمت الصلاة فما هذا العمر كله. كان بشر بن الحارث شابا صاحب لهو ولعب ومعصية، وكان ذات يوم مع رفقاء له يشاركونه المجون في داره، وصوت لهوهم وطربهم يخرج من نوافذ الدار، فمر على الدار رجل من الصالحين فدق الباب، فخرجت إليه جارية فقال لها: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر. قال لها الرجل الصالح: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل الأدب مع سيده وترك اللهو والطرب. فسمع بشر بن الحارث صوت الرجل الصالح
فاتجه نحو الباب يسأل من المتحدث، فإذا الرجل قد ولى، فسأل الجارية فأخبرته بما جرى، فألقى الله في قلب بشر وجلا من تلك الكلمة، فخرج يتبع الرجل الصالح حتى إذا لحقه قال له: أعد علي الكلام. فأعاده الرجل الصالح، فقال بشر: لا والله، بل عبد عبد. ثم هام على وجهه حافيا نادما على ما كان منه، حتى عرف ببشر الحافي. كلنا نقع في الذنوب والمعاصي، ولا يسلم أحد من صغير أو كبير، على اختلاف وتباين، فمستقل ومستكبر. فمن الناس من يظلم نفسه ظلما تكفره الصلوات والعبادات والأعمال الصالحات، ويقول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ظلم العبد نفسه بصغائر الذنوب والمعاصي من غير إصرار فذلك تكفره آيتي النجم والنساء، بقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ومكفر بقول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فمن أذنب ذنبا من الصغائر وأعقبه استغفارا وعبادة وحسنات ماحية للسيئات فحري أن يعفى عنه. واعلموا أيضا يا عباد الله أن الذنب لا ينسى، وأن الديان لا يموت، وأن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. ويتساهل الكثير منا مع إصراره على مجموع من الصغائر والكبائر، وهو يرى نعم الله عليه تترى، ويرى من نفسه إصرارا واستمرارا على الذنوب، يرى أن ليس للذنوب شؤم ولا عاقبة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: يزعم بعضهم أن هذا على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وقد نسي الكثير أن شؤم المعصية يدرك العبد ولو بعد 40 سنة إلا من تاب إلى الله توبة صادقة. معاشر المؤمنين، ما المخرج من شؤم المعصية؟ ما المخرج من شؤم الكبيرة؟ ما المخرج من شؤم الذنب؟ أيبقى الذنب وصمة كما يراه النصارى، وصمة باقية لا تزول إلا بدم المسيح المخلص على حد خزعبلاتهم وهرطقتهم؟ لا والله، المخرج من شؤم الذنب والمخرج من بلاء المعصية هو التوبة الصادقة، التوبة النصوح. وكلنا ندعي التوبة، وما أكثر ما نتوب فنعود، وما أكثر ما نعاهد فننكث، وما أكثر ما نعاهد الله على ترك أمر فنعود إليه أسرع ما نكون. هنالك سؤال يقول: متى وكيف السبيل إلى التوبة؟ أخي الحبيب، النصيحة الأولى لك هي إياك والتسويف، لأن سوف من جند إبليس. ألم تسمع قول الشيخ الزاهدي عبد العزيز الديريني: أعماركم تمضي بسوف وربما، لا تغنمون سوى عسى ولا علما، هم المسوف كالتعلق بالسما، أيامكم تمضي عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. الآن الفرص التي تعطى للناس في العفو فرصة واحدة، يقال لهم خلاص اللي يجي بها مرة ما عد، والناس كلهم يجوا، لكن الله يعطي ما هو فرصة مرة، 87 فرصة، وهو يخاطب الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ولكن قليل هم التائبون، جعل الله وإياكم من التائبين. ولقد أمرنا أن نلتمس النجاة على عجل قبل دنو الأجل. قال تعالى:
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والتوبة واجبة على الدوام لأن الإنسان لا يخلو من معصية، وهي واجبة على الفور. فأما وجوبها على الدوام فلأن كل أحد لا يخلو من معصية بجوارحه، فإن خلا أحيانا من معصية الجوارح فلا يخلو من الهم بالقلب، فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلو من وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عن ذلك فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص ولا يتصور الخلو في حق الآدمي، وإنما يتفاوتون بالمقادير. واعلم أن النفس كالمعدن لا يلين بيد الحداد إلا إذا كان ساخنا، فاستغل فرصة نشاطك واندفاع نفسك وحرارتها في سيرها إلى الله حتى يسهل عليك تشكيلها، فإنها إذا بردت جمدت وإذا جمدت صعب تشكيلها. واحد ركب السيارة وكان يغني والشريط على الأغنية، وجاءه حادث مروري قطع الدركسون بطنه، وجاءوا عليه وهو منكوس وهو يردد كلام مع الشريط يقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، وختم له بهذه الخاتمة. عز الله ما رأى الحب سكارى مثلك، كمل السكار هناك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن هذا كان يفكر أنه يتوب لكن متى، خلاص قاتلته يتوب. فالله عز وجل يقول إلا من تاب، ويقول عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة الله، الله يبغى يتوب عليكم، الله ما يبغى يعذبكم، يبغى يدخلكم الجنة بس ارجعوا إليه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله أكبر، الله يريدكم التوبة وأهل الشهوات يبغونكم في الميل في الانحراف في الزيغ في الضلال. يريد الله أن يخفف عنكم لأنكم عندكم أثقال، عندكم أحمال من الذنوب والمعاصي، والله يريد أن يوضعها من ظهوركم وأن يخفف عنكم أحمالكم بأن يتوب عليكم ويغفر سيئاتكم ويبدلكم يا حسنات. وإيش؟ وخلق الإنسان ضعيفا. هذه طبيعة الإنسان، والله لو سلط الله عليه فقط ذنب واحد بس من ذنوبه وأوقد الله عليه في النار عود ثقاب عود كبريت ما يستطيع والله يصبر على ألم عود الكبريت. لكن الذي يرى أعمال العباد يقول هذولا إما أنهم ضد النار ولا إنهم لا يصدقون بالنار، فأما أنهم ضد النار فلا، إن أجسامكم على النار لا تقوى، وأما أنهم لا يصدقون بالنار فسوف يرونها إذا لم يصدقوا بها في الدنيا. وتبدأ طريق التوبة أيها الحبيب بترك كل العوائق الدنيوية وهجرانها كلية بترك أصحاب السوء وترك كل معصية متعلقة بالقلب ونبذ الأسباب المفضية إلى الذنوب. فإن قالت لك نفسك أخشى إن تركت المعاصي وتبت أن أعود، فقل لها إن باب التوبة مفتوح. قال بعض الصالحين
مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. وقال السحنون: أول وصال العبد هجرانه لنفسه. كان الفضيل بن عياض في بداية حياته قاطعا للطريق، فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق، فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا، فقال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية، فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له الفضيل. فسمع الفضيل كلام الرجل، وأخذته رعدة حياء من الله سبحانه وتعالى، فنادى على الركب وأضافهم تلك الليلة، وقال لهم: أنتم الليلة آمنون من الفضيل. وخرج يدبر لهم طعاما، ثم رجع فسمع واحدا منهم يقرأ في صلاته بصوت حزين يقطع سكون الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتخللت هذه الآية جسد الفضيل، وكأن كل جزء من جسده صار أذنا، فتنهد وقال: بلى والله قد آن. فكان هذا مبتدأ توبته إلى الله تعالى. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيلا ليلة وهو يقرأ سورة محمد ويبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعل يقول: اللهم إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، اللهم إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. وأراد الله بالفضيل بن عياض خيرا، فسلك طريق العلم والصلاح والتقوى حتى أصبح قاضيا فقيها وإماما للمسلمين في حرم مكة الشريف. أيها الأحبة، إن لمن أعظم دلالات صدق التوبة الندم الذي يجعل القلب منكسرا أمام الله، مخبتا لذكر الله، وجلا من هول عذاب الله. إن من تمام صدق التوبة العودة بالإيمان إلى أعلى درجاته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن رأى وجلا وإخباتا وخشوعا وانقيادا لله بعد توبته فذاك دليل على صدقها. أما أن يكون الواحد يذنب الذنب فيقول أستغفر الله بلسانه ولكن جوارحه لا تقلع وقلبه لا يفتر عن الهم والقصد والتزيين، فذاك قد يصدق عليه الأثر. إنما المنافق الذي يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. أما المؤمن فيرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع على رأسه فهو خائف وجل من ذلك. أيها الأحبة، ولقد جاء في سير الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ما يدل على صدق توبتهم وصدق أوبتهم إلى الله جل وعلا. فمن الماضي، من الصدر الزاهر، من عصر النبوة، أذكر لكم قصة امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسعها حر المعصية وآلمها حر الكبيرة وأقلقها حر الفاحشة، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فطهرني. عجبا لها ولشأنها ولأمرها، تعلم أنها جاءت وهي محصنة حدها الرجم بالحجارة حتى الموت، جاءت إلى رسول الله
تقول يا رسول الله إنني حبلى من الزنا فطهرني، فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم بوجهه يمنة فعادت إليه، فالتفت يسرة فعادت إليه، حتى الرابعة فقال اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك، فذهبت، فلما أن تمت فصاله وحمله عادت إلى رسول الله، قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا فانصرفت عني وقلت اذهبي حتى تضعي حملك، وها أنا وضعتهم وهذا هو بين يدي، أقم حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فقال النبي اذهبي حتى تفطميه حولين كاملين، فذهبت به ترضعه حولين كاملين، وحرارة المعصية تلسع فؤادها، تحرق قلبها، تقض مضجعها، تقلق ضميرها. فلما أن أتمت فصاله جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا فقلت اذهبي حتى تضعي جنينك، فذهبت فوضعته ثم جئتك فقلت اذهبي حتى تكملي رضاعه، وقد أتممت رضاعه حولين كاملين. وجاءت بالصبي وفي يده كسرة خبز إشارة إلى أنه استغنى بأكله عن ثديها. لماذا؟ حتى لا يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر واحدا من الصحابة بكفالة رضيعها، فشدت عليها ثيابها رضي الله عنها، وجمعنا بها في دار كرامته مع نبينا والصحب الراشدين والأبرار الصادقين، فشدت عليها ثيابها فرجمت. فلما كان من الصحابة واحد قد أخذ فهرا رمى به على رأسها فسال دماغها على ثوبه فكأنه نال منها، فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لو زنى أهل المدينة أو شربوا الخمر أو أكلوا المكس كلهم لوسعتهم توبة هذه المرأة مما بلغ بقلبها من الخوف والتعظيم لله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. أيها الأحبة، هذه قصة وحادثة وحديث ما كان يفترى من الصدر الأول، دليل على عمق التربية الإيمانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الفرد والأسرة والمجتمع عليها. إخوة المستمعين، من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف فهو بين خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه حتى تصير رانا فلا يقبل المحو، والثاني أن يعاجله الموت أو المرض فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو فيأتي ربه بقلب غير سليم. والنجاة لا تكون إلا لمن أتى الله بقلب سليم. وقال أحد الصالحين محدثا عن أقسام الناس في الآخرة، إنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين ومعذبين، وناجين وفائزين. ومثاله في الدنيا أن يستولي ملك على بلد فيقتل بعضهم وهم الهالكون، ويعذب بعضهم مدة فهم المعذبون، ويخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم فهم الفائزون. فإن كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، فلا يقتل إلا جاحدا، ولا يعذب إلا مقصرا، ولا يخلي إلا معترفا، فمن أحكم وأعدل من الله؟ روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض
فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.